نحن لازم نكون حد الناس بالأوضاع المنيحة ومش منيحة. وهيدي الأزمة اللي ثلاث أرباع جمعيات سكرت بوابها، فنحن حد الناس وما حنسكر بإذن الله. بونجور واضح، ريتا بولوس، مؤسسة بيت طريقنا السما. أنا كمان جعت هيدا البيت بعده مفتوح من 3 سنين لهلا، ولا مرة سكرنا بوابنا. أكيد هالفترة كتير تغير عدد الناس وزاد عدد الناس. بالقبل كنا نستقبل بحدود 30-40 شخص كل يوم، حالياً عم بيطلع من عنا بحدود 400 وجبة كل يوم. هلأ صراحة لنا أكتر من شهرين أو 3 أشهر ما عنا أبداً لحمة، عم نطبخ بزيت، حتى يعني ما عم نقدر نطبخ برب البندورة، لأ ما عندي ولا مجمع رب بندورة. عم نعمل رشتة، ما بعرف إذا بتعرفوها، عم نعمل مخلوط، عم نجرب نشتغل أكتر شيء على حبوب، بس إنه في أشخاص بحاجة إنه يفوت اللحمة على جسمهم والدجاج. قبل نحنا كانت رفوفنا ضل مليانة، يعني كنا نصف صفين لقدام، كان عنا رفوف أكتر وكان كانت رفوف لبرا. هلأ مثل ما شايفة ما عندي، الحمد لله، بس ما عندي شيء. لأن أنا كمان جعت، وما بعتقد إنه نحنا لازم نساعد بالأوضاع المنيحة. نحنا لازم نكون حد الناس بالأوضاع المنيحة ومش منيحة، فما بقدر أترككم هلأ بخصوص بهيد الوضع وبهيد الأزمة اللي 3/4 جمعيات سكرت بوابها. فنحنا حد الناس وما حنسكر بإذن الله. أكيد أنا صرت أقوى من الأول، لأن عطول بس يزيد الحمل بتزيد القوة عند الشخص. المتطوعين عطول في متطوعين جداد، في متطوعين بتروح، في متطوعين بتجي، وبوابنا عطول مفتوحة للتطوع. إذا أي حدا بحب يجي يساعدنا يتطوع على الأرض، أهلا وسهلا فيه. صدقوني هيدي الدنيا ما فيها شيء، ما حدا بياخذ معه شيء الا اعماله. لو ما نحن عم نوقف حد بعض، ولو ما نحن عم نسند بعض، كنا من زمان متنا من الجوع. تتركونا، مش ضروري تكون مساعده لالنا، لحيه لجمعيه او لحيه لعائله او لحيه لمش محتاج. ما تتركوا جاركم، ما تتركوا قريبكم، ما تتركوا خيكم، وقفوا حدنا بهالاوقات الصعبه.